مساء الخير مشاهدينا، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج فور اون، البرنامج اللي بيهتم بكل اللي بيهمكم على شبكات التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا. ممكن تبعتوا لنا الفيديوهات اللي حابين تتعرض في البرنامج من خلال هاشتاج فور اون على فيسبوك وتويتر وانستجرام، وعلى صفحتنا الرسميه على فيسبوك وتويتر فور اون سوشيال. وهنبدا من ترند موقع جوجل علشان نشوف الناس بيعملوا سيرش على ايه على مدار اليوم. في جوجل ترندز في مصر النهارده كانت كلمه حكيم هي الاكثر بحثا خلال الساعات اللي فاتت، وده بعد اللقاء اللي استضاف فيه الاعلامي عمرو اديب الفنان حكيم في برنامجه كل يوم جمعه اللي بيتعرض على قناه اون اي، وسالوا فيه عده اسئله زي مين مطربه المفضل وكم مطرب في السوق حاليا ما عندوش قبول لدى الجماهير. في كم مطرب في السوق دلوقتي ما عندهمش قبول؟ كم في المية؟ مش عايز اسامي. مش ما نقولش اسامي. لا اسامي وانا معقول حد هتقول اسم ده انت لا يوم ده انا لو علقتك من رقبتك مش هتقول. طبعا من عارف. هنقول طب اللي عندهم قبول قد ايه؟ بلاش اللي ما عندهمش. اللي عندهم قبول حوالي نسبة مش كبيرة على فكرة. يعني هنقول 15%. يا نهار ابيض. 15% من المطربين اللي موجودين. بس 15%؟ 15% اللي هم عندهم قبول. اللي توقف على المسرح وتفضل انت باصص له. انا ملاحظ انك بتقيس المطرب بالمسرح. طبعا. لا بسي دي ولا باغنيه واحده ولا باغنيه. لا ما اصل احنا مش مسرح. المسرح ده هو الامتحان. امتحان. مين مطربك المفضل؟ في ما تقوليش كل اسامي اللي موجودين. مطربك المفضل يعني انا ليا مطرب مفضل مثلا، ليا مطربه مفضله او مطربين اتنين ثلاثه مفضلين. محمد فؤاد وعمرو دياب. محمد فؤاد وعمرو دياب. صراحة. بس انت ميال لفؤاد اكتر. مين قال لك؟ لا اللون. بالظبط، برافو عليك. اللون طبعا عشان فؤاد رامي على المنطقه بتاعتك. رامي عندك. طبعا رامي على المنطقه بتاعتك شويه. بيلمس في الشعب كده وصوته حلو في الشعب قوي فؤاد قوي قوي يعني أوي. لما قال طبعا دي مش مقياس، بس هو عنده حاجات كتير شعبي فؤاد. يعني حاجاته اللي هي رامي على الشعب دي او ملمسها في الشعب حلوه قوي. دول الاثنين في الرجاله. في الستات. في الستات عندك طبعا في شيرين ونانسي عجرم. شيرين ونانسي. وكمان في مطربه يعني عزيزه على ودني قوي، نوال الزغبي. عزيزه على ودني. وعزيزه على ودني قوي. نوال برضو فيها رمي عندك بالظبط كده، فيها ملمسه عندك، فيها حته فيها حته الفرايح الفونكيشن اللذيذه دي. ومن جوجل هنروح لتويتر. من اكثر الهاشتاجز اللي انتشرت على تويتر خلال الساعات اللي فاتت كان هاشتاج قمه الرياض، وده بمناسبه قمه القمه العربيه الاسلاميه الامريكيه المنعقده في الرياض يوم 21 من الشهر الجاري، واللي بتشارك فيها مصر كعضو بارز في المنطقه، واللي هيركز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه غدا على استعراض الرؤيه المصريه لمواجهه خطر الارهاب ووقف تمويل المنظمات الارهابيه ومدها بالسلاح، ده غير اللقاءات الثنائيه اللي هيحضرها السيد الرئيس مع بعض قاده الدول لمناقشه سبل التعاون المختلفه. ومن تويتر الى فيسبوك. ترند فيسبوك معانا النهارده هو لصاحب فيسبوك نفسه مارك زوكربيرج، اللي نشر على حسابه الشخصي فيديو قديم ليه مصور والده بعد قبوله في جامعه هارفارد مباشره، وبيظهر فيه مارك وهو قاعد بيمارس هوايته المفضله وهي القعده قدام جهاز الكمبيوتر الخاص بيه، اكيد طبعا مش للعب، ده علشان الابتكار اللي عمله في فيسبوك. There is an email from Harvard. Is that correct? Alright, so you want me to open this? I don't know. Does that sound like it? I think it is. What does it say? Wait, yeah, put it away for a second. I can't see it. Oh, man. Yay. What? I got accepted. Are you serious? Yeah. Alright! Yes! Okay, we are now focusing on the newest, or one of the newest members of Harvard's class of 2006, and the dog that belongs to one of the newest members of the class of Harvard 2006. You care to read us the letter? What the hell? No, I killed it, but I will read it. You
killed it. من فيسبوك إلى يوتيوب. الترند من موقع يوتيوب مصر النهاردة كان جزء من حلقة برنامج أنا وأنا اللي بيعرض على قناة أون إي من تقديم الإعلامية سمر يسري والاستضافة النجم أحمد الفيشاوي، وكان سؤالها لأحمد ليه رفضت الفنانة شيرين رضا الجواز من أحمد الفيشاوي. تعالوا نشوف الإجابة مع بعض. ليه رفضت شيرين رضا الجواز من أحمد الفيشاوي؟ علشان هي بتحبنيش. وانت بتحبها؟ انا احبها وموس فيها. بس احنا برضو يعني هي ما تحبنيش، مش عايزه تتجوزني. لسه بتحبها لحد دلوقتي؟ احنا عايز اقول لك احنا صداقتنا يعني وطيده جدا. انا شيرين بموت فيها، بحترمها جدا، وبشوفها انها ممثله من العيار الثقيل، وده ما كانش موجود. يعني شيرين لما ابتدت كانت البنت الحلوه اللي بتطلع مع احمد زكي، يعني ما كانش عندنا حاجه غير كده. بس شيرين أثقلت موهبتها واشتغلت عليها وركزت في شغلها وبقت من أهم الممثلات في الوطن العربي النهاردة. دي حقيقة، كلنا بنحب شيرين رضا كممثلة وكلنا عارفين قدراتها التمثيلية، وزي القمر طبعا. بس أنا هنا بقى بتكلم أحمد الفيشاوي، شيرين رضا الست أنا بموت فيها، بحبها حب يعني جام جدا. عرضت عليها الجواز؟ بس هي ما وافقتش. ليه ما وافقتش؟ يعني حب من طرف واحد؟ يمكن. إعلان مسلسل الزيبق اللي هيتم عرضه على قناة أون دراما مستمر في الترند من فترة طويلة على موقع يوتيوب مصر. المسلسل من ملفات المخابرات المصرية العامة المصرية. مسلسل الزيبق سيناريو وإخراج وائل عبدالله، من بطولة النجم كريم عبد العزيز والنجم شريف منير. ومن يوتيوب إلى إنستغرام. أول ترند معانا من موقع إنستغرام هو فيديو لشخص قدر إنه يحل مكعب روبيك في 11 ثانية بس. مكعب روبيك هو لغز ميكانيكي ثلاثي الأبعاد، اخترع سنة 1974 واخترعه النحات المجري وأستاذ العمارة إرنو روبيك، وفي مسابقات كتير بتقام في العالم لحل اللغز ده في أسرع وقت. تعالوا نشوف. الفنان تامر حسني نشر على حسابه الشخصي على انستغرام فيديو من المغرب، وده خلال احيائه احدى حفلات مهرجان موازين اللي بيقام كل عام بداية من سنة 2001. الفنان تامر حسني حرص على اللقاء بجماهيره اللي كانوا في استقباله، وكمان غنى معهم مقطع من اغنية صحيت على صوتها. مارتن فان لوي لاعب فري ستايل نشر فيديو ليه على انستغرام وهو بينطط الكوره، بس الطريقه اصعب شويه من التنطيط اللي متعودين عليها. تعالوا نشوف. We'll be right back.
أعزائي المشاهدين، مكملين مع حضراتكم حلقة النهاردة من برنامج فولو أون، ولكن بعد هذا الفاصل استنونا. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، ودلوقتي هنروح مع حضراتكم لفقرة التوب فوتوز. وأول صورة معنا النهاردة في فقرة التوب فوتوز من على موقع اليونيسيف، والصورة البنت سورية اسمها سجا عندها 13 سنة فقدت ساقها أثناء إحدى الغارات على مدينة حلب السورية. سجا بتقول إنها بتحب لعب الكورة وإنها لما بتلعب بتحس إنها ما فقدتش أي جزء من جسمها. تاني صورة معانا من مدينة جرجا في صعيد مصر، وهي لأب اسمه عمار بيسلم على زوجته ومولوده الجديد يوسف قبل سفره بالقطار. ثالث صورة معنا النهاردة من مدينة القطيف في السعودية، وبتعتبر المدينة من أقدم المناطق في شبه الجزيرة، وبيرجع تاريخها إلى حوالي 3500 سنة قبل الميلاد، وبيظهر في الصورة رجل وزوجته بيشاهدوا أحد البيوت القديمة هناك. آخر صورة معنا النهاردة في التوب فوتوز من مدينة جامبول في جامبيا، وللمصورة ريكي تشيريوك، وهي لفتاة عائدة من المدرسة خلال عودتها إلى المنزل. ومن التوب فوتوز إلى فقرة التوب فيديوز. لكل محب التصوير هنعرض لحضراتكم فيديو بيوضح إزاي تقدر تصور الحاجة بهاي فريم ريت، وبعدين يتم تبطيئه في عملية المونتاج علشان تطلع النتيجة رائعة بالطريقة دي. الفيديو من تنفيذ فريق ماكرو روم، اللي كمان استخدموا نوع معين من العدسات الماكرو أو العدسات المقربة علشان ينفذ البروجكت بطريقة رائعة. تعالوا نشوفها سوا. صفحة نادي أرسنال الإنجليزي النهاردة احتفلت بعيد ميلاد الحارس الأول للفريق وللمنتخب التشيكي بيتر تشيك، اللي أكمل عامه 35، ونشرت فيديو لأبرز تصدياته مع الفريق اللندني. Going in for a second City goal.
way through to Morris. It's denied by a brilliant reflex save by Chet. Goes for Wanyama. Good save from Chet. It's a really tricky one. Ali, now Wanyama tees it up for Tongan. Chet with another save. ومن الواضح ان النهارده هو يوم ولاده الحراس العظماء في تاريخ كره القدم، وده لانه في يوم 20 مايو برضو اتولد حارس مرمى ريال مدريد السابق وحارس نادي بورتو البرتغالي الحالي ايكر كاسياس اللي بيتم النهارده عامه 36. كل سنه وبيتر تشيك وايكر كاسياس طيبين. ايفن هو رسام سنغافوري على انستغرام بيبتكر رسومات فيها روح وحياه لانه بيهتم بادق تفاصيل الصوره، ممكن يرسم سكتش واحد في اكتر من اسبوع، تعالوا نشوف. الفيديو اللي جاي معانا لمجموعه من اهم ابطال المستقبل المعروفين على السوشيال ميديا، الاطفال اللي متوقع ليهم مستقبل مبهر في الرياضات المختلفه. الحقيقه ان دور الاسره مهم جدا في تنشئه جيل رياضي، ولو دورنا ورا كل رياضي ناجح هنلاقي الاسره من اهم العوامل اللي ساهمت في نجاحه. زي ما كل حاجة في الدنيا ليها موطن أصلي بتعيش فيه وبتبدأ من عنده، كرة القدم موطنها الأصلي هو البرازيل. الفيديو اللي جاي لشاب بينطط الكورة وهو بيعزف على الجيتار وواقف على حبل، يعني بيعمل المستحيل حرفيا.
نبات اسمه فينوس فلاي تراب او صائد الذباب، هو نبات اكل اللحوم والحشرات عن طريق عمل مصيده لاي حاجه بتقرب من محيطه، بيقفل عليها ويبدا يهضمها. وواحد من الشباب اللي عنده النبات ده بدا ياكله حاجات غريبه شويه، تعالوا نشوف. الفيديو اللي جاي من على موقع فايرال ثريد، وهو لشاب سويدي بيحط الحجر فوق بعضه ويقدر يعمل توازن بيهم بشكل متقن ومن غير ما يستخدم اي صمغ، ولكن بايديه الاثنين فقط. بيحاول كمان يوصل افكاره عن طريق اشكال الحجر اللي بيوزنهم فوق بعض. نشوف. ختام هذه الحلقة، نلقاكم في حلقات أخرى إن شاء الله.